حمل مادي ثقيل أرهق كاهل المواطن الصالح، فارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي زاد من معاناته، وأحرمه كغيره فرحة قضاء أيام الشهر الكريم، في ظل موجة غلاء فاحش لأسعار المواد الأساسية بمحافظة الضالع. هذه الأسعار غاليات، وهذا احنا ضابحين ماشي معانا وظفرانين. ارتفاع أسعار الغاز وتدني مستوى الدخل لدى الأهالي دفعهم لاستخدام وسائل بدائية في طهي الطعام، ما فاقم من معاناتهم اليومية. الأمور صعبة للغاية، ما أقدر أوصف لك كما تشوف أنت. ليس وحده الغاز، فالمواد الأساسية كالقمح هي الأخرى زاد سعرها في عموم مراكز المحافظة، مع إقبال كبير للأهالي على شرائها كعادة المتعارف عليها في شهر رمضان. نعم، هناك ارتفاع جنوني في الأسعار عن العام الماضي بفرق كبير، وذلك يرجع لعدم وجود رقابة على التجار. لا يختلف رمضان هذا العام عن سابقه، فالتلاعب في أسعار المواد الغذائية هو الصفة السائدة، ليبقى الوجع وتستمر المعاناة. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.